أضاءت وزارة الخارجية مبناها بالرقم 100، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى مئوية وزارة الخارجية ويوم الدبلوماسي. ويعد 15 من شهر مارس من عام 1922 مناسبة عزيزة في تاريخ مصر ونفوس المصريين. في مثل هذا اليوم من كل عام تحتفل مصر بيوم صدور إعلان استقلالها وتمكنها من إعادة وزارة الخارجية بعد أن توقفت عن العمل إثر إعلان الحماية البريطانية على مصر عام 1914.